على صعيد آخر، وبحضور نحو 45 خريجاً وخريجة، ترأس قدس الأبسة من رمدانات كاهن رعية كنيسة القديس بولس الرسول الجبيهة القداس الاحتفالي الذي دعت له الكنيسة على نية طلبة التوجيه من أبناء الرعية القاطنين في المنطقة وما حولها. وقد رفع الأب رمدانات صلاة شكر لله على ما حققه هؤلاء الطلبة من تفوق وإنجاز خلال هذه المرحلة استعداداً لمرحلة دراسية جديدة. كما دعا قدسه العلي القدير لأن ينور عقول الخريجين ليختاروا ما يتناسب مع مشيئة الرب في حياتهم. شارك في القداس الكاهنان المساعدان باسل برنسي وكاسبر بحضور أهالي الطلبة وأبناء الرعية. كيف ممكن نكون مسيرين من الروح القدس، منقادين للروح القدس؟ اليوم السيد المسيح بيورجينا هذا الصراع اللي بين الجسد والروح، وحقيقة المسيحي يكمن جهاده في التوازن ما بين الجسد والروح. كيف يمكن للروح أن يقود الجسد اللي هو إحنا؟ وفي إحدى التأملات اللي تأملناها عرفنا جيدا إنه نحن نفسنا هي أجسادنا، يعني أجسادنا هي كياننا التاريخي على هاي الأرض. والسيد المسيح جاء ليفتدي الإنسان الذي هو جسد وروح. عشان هيك في صراع بين الجسد والروح. ولكن فيكم من لا يؤمنون، بيحكي السيد المسيح. مشكلة الجسد والروح أو حلقة الوصل ما بين الجسد والروح هي الإيمان. الإيمان، والإيمان كمان تأملنا فيه كثير من المرات. الإيمان هو أن نرمي أنفسنا بين يدي الرب. الإيمان هو أن نتكل على الرب. لذلك حلقة الوصل ما بين الجسد والروح توصل لمرحلة إنه الإنسان فيها مرات يستسلم للصعوبة اللي بيواجهها في حياته. وحتى نعرف إنه نواجه هاي الصعوبة لازم يكون عندنا إيمان تماماً، زي ما بيصير بالقداس كل يوم أحد وكل ذبيحة إلهية. شو بيصير بالقداس كل يوم أحد وكل ذبيحة إلهية؟ الروح هو الذي يعمل. ياريت لو نمسك الأطفال شوي. الروح هو الذي يعمل، الروح هو الذي يقود. كيف؟ هاي الخبز وهاي الخمر في لحظة من اللحظات في القداس ستتحول إلى جسد ودم المسيح. بمين وكيف؟ بقوة الروح.